افتتاح مجمع عدن مول السياحي والتجاري. هذا الصرح التجاري الذي بإذن الله تعالى سيكون عون للمديرية والمحافظة عموما من خلال تشغيل هذه العاملة، والتي ستنعكس أيضا إيجابا على دخل المواطن دخل هذه المديرية والمحافظة. كما يعتبر افتتاح هذا المجمع كمتنفس للعوائل من خلال قيام العوائل بزيارة هذا الموقع، على اعتبار أيضا المجمع واقع على شريط الساحلي في مديرية صيرة، وهذا يعتبر متنفس طبيعي للأسر والعوائل. هنا نجدها فرصة أن نقدم الشكر الجزيل لمجموعة هايل سعيد أنعم ممثلة في إدارة مجمع عدن المول السياحي لجراءتهم في افتتاح هذا المجمع، وخاصة أننا خارجين من مرحلة حرب، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا كتطبيع الحياة العامة داخل هذه المديرية والمحافظة عموما. يمثل افتتاح مجمع عدن السياحي التجاري عدن مول أهمية وخصوصية لأبناء هذه المحافظة والمحافظات الأخرى، باعتباره أهم المعالم التجارية والترويجية والسياحية في المحافظة، كما أن المجمع بما يحتويه ويقدمه من خدمات تجارية مختلفة متمثلة بألعاب الأطفال وصالات البولينج وسوق للذهب ومجمع للبنوك والصرافات الآلية المختلفة، وكذا عدد كبير من الوكالات العالمية تحت هذا السقف